ألا إيه؟ Just want to send you some love and a Merry Christmas. Cuckoo. Hi. And a little Hi. Song. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lots of love. Bye. Bye bye. زواج زينب ابنة الفنانة عبلة كامل من رجل إنجليزي مسيحي الديانة، وزواج فاطمة بنت الفنانة عبلة كامل من رجل بولندي يهودي الديانة، بعد ظهور ابنتي عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب لأول مرة، أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بين نشطاء السوشيال ميديا الذين رغبوا في معرفة المزيد عن حياة ابنتي الفنانة القديرة عبلة كامل. وتصدرت الفنانة عبلة كامل محركات البحث في جوجل بعد ظهور صور بناتها وأزواجهم الأجانب لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث الفنان أحمد كمال عن زوجته السابقة الفنانة القديرة عبلة كامل وبناتهم وأحفاده لأول مرة. وكشف الفنان أحمد كمال: تزوجت بنتي زينب وبنتي فاطمة من أجانب، حيث تزوجت زينب بنتي الكبيرة من رجل إنجليزي مسيحي الديانة، كما تزوجت فاطمة بنتي الصغيرة من رجل بولندي يهودي الديانة. أصبحت الآن أنا وعبلة كامل جد البنت وولد. وتساءل المتابعون إن كان هذا الزواج قد حدث رغم اختلاف الديانتين، أي بزواج مدني أو أن طرف من العروس أو العريس قد غير ديانته لكي يكون زواجا دينيا لدى الشيخ أو في الكنيسة. وقال الفنان أحمد كمال: أنا وعبلة كامل ما تدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج من أجانب، ووافقنا على أزواجهم بعد أن أشهروا إسلامهم عن قناعة. وأضاف أحمد كمال: تم زواج بناتي بدون شبكة ومهر وجايمة، وكان الفرع عبارة عن قعدة عائلية وشوية رز وسمك وجمبري. وأشرفت الفنانة عبلة كامل على الأكل: وأزواج بناتي كويسين جدا وبتكلم معاهم وهم أصحابي وأذكياء ودماغهم كويسة وحياتهم بسيطة وشخصيات لذيذة. بنات الفنانة عبلة كامل أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما. وكشف الفنان أحمد كمال عن زواج ابنتيه زينب وفاطمة من أجانب، حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي. وما لا يعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنت وولد لكل واحدة منهم. وسنستعرض معكم صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة. وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه وترك لهم حرية الاختيار. وبعد ظهور ابنتي عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب لأول مرة، أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الأخيرة بين نشطاء السوشيال ميديا الذين رغبوا في معرفة المزيد عن حياة ابنتي الفنانة القديرة عبلة كامل. ابنة الفنانة عبلة كامل زينب متزوجة من رجل إنجليزي مسيحي الديانة ولم يعلن إسلامه ولم تكشف عن هويته، لكنها ظهرت بالعديد من الصور معه. أما فاطمة فتزوجت من رجل بولندي أشهر إسلامه فور زواجه من فاطمة الابنة الصغرى للفنانة عبلة كامل. وتعمل زينب أحمد كمال ابنة الفنانة عبلة كامل مع زوجها الإنجليزي في مجال علم التاروت والنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى زهرة وطفل رضيع آخر يدعى خضر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية. أما فاطمة فلديها بنت وحيدة وتدعى عائشة. وأوضح الفنان أحمد كمال علاقته بزوجته السابقة عبلة كامل قائلا: إحنا عيلة واحدة، وعبلة كامل هي أم بناتي،
وعلاقتنا عمرها ما انقطعت ولا يوم ولا حتى ساعة واحدة، واستمرت العلاقة الجيدة بيننا، لأن في بنتين لازم نشرف على تربيتهم كويس. وأكد زوج الفنانة عبلة كامل السابق لا صحة لمرض عبلة كامل، هي بخير ومن حقها تقول إنها مش عايزة تشتغل في الفن، وأي ممثل ممكن يختار تجنب الأضواء لأن لو كمل ممكن يتضايق أو يتعب. وأشار الفنان أحمد كمال إلى أن السبب وراء اعتزال عبلة كامل التمثيل بسبب أن الحياة الفنية بإيقاعها المجهد الحالي لم يعد يناسبها، وقد تعود للتمثيل مرة أخرى ولكن عندما تجد أن الأجواء الفنية مناسبة. وزارت الفنانة عبلة كامل بعباية سوداء وطرحة سوداء أيضا، وابتسامتها الرقيقة المعهودة وعينان لامعتان تبدو من خلالها إنها في مزاج سليم وحالة صحية جيدة. التفاعلات مع صورة عبلة كامل كانت جميلة ومليئة بالود والمحبة، ومنهم من علق عليها بنحبك يا نصرة، وفاطمة عبد الغفور البرع العبقرية، فيانك يا خالتي فرنسا، يا خالة الفن المصر كله، وعلق آخر أخيرا شفناها الحمد لله إننا اطمنا عليكي، وعلقت أخرى ألف مبروك لبناتك وربنا يخلي لهم ولادهم، بس يا ريت جوز زينب يعلن إسلامه زي جوز فاطمة. وترددت شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة النجمة عبلة كامل إثر حادث سيارة أثناء رحلة قصيرة مع أصدقاء لها، واشتعل الفيسبوك والتويتر بتدوينات التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وغيرهم لم يصدقوا الخبر وخيمت الشكوك عليهم ليتأكد بعد ذلك كذب الخبر. وتعرضت الفنانة عبلة كامل لشائعة أخرى من جانب إحدى الصحف، والتي ادعت أن الفنانة عبلة كامل قد أصيبت بالسرطان وفي مراحله الأخيرة. وكان قد خرج الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل ونفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان. وكتب أحمد كمال عبر حسابه على فيسبوك: الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة. وفي عيد ميلادها حرص النجم محمد سعد الذي يعد أكثر الفنانين تفاهما معها على توجيه رسالة لها عبر موقع صدى البلد، كما حرصت النجمة اللبنانية نور على إرسال رسالة للنجمة الكبيرة في عيد ميلادها. دي صور زينب بنت الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد كمال مع زوجها الإنجليزي. دي صور فاطمة بنت الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد كمال مع زوجها البولندي الذي أعلن إسلامه. دي فيديوهات وصور لأحفاد الفنانة عبلة كامل. Bad, 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 bad
Christ on there. Don't shine on Mama. Because we are good. Don't shine on Mama. Because so bad. And we are so good. So shine on me. And give me. Hi. Hello. Just want to send you some love and a Merry Christmas. Cuckoo. Hi. And a little Hi. Song. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lots of love. Bye. Bye-bye.